كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الحكمة في وجوب الهجرة على من أسلم ممن كانوا في مكة ليسلموا من أذى الكفار وليتمكنوا من إظهار دينهم وعبادة ربهم سبحانه وتعالى دون أن يحصل لهم تضييق أو أذى. قال فإنهم كانوا يعذبون من أسلم إلى أن يرجع عن دينه وقول الماوردي إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فالإقامة فيه أفضل، يقول فالإقامة فيه أفضل من الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره في الإسلام. هنا يعني ينبغي أن ينظر إلى مسألة مهمة في الباب، وهي أن ثمة رأس مال وثمة أرباح. الأرباح هداية الناس على يديه، هذه أرباح هداية الناس على يديه، الأمر الذي يرجى قال لما يترجى من دخول غيره في الإسلام، هذا ربح. لكن فيه رأس مال، رأس المال حفظ دينه وحفظ دين أهله وحفظ دين ولده، هذا رأس مال مقدم، لا يخاطر برأس ماله ليحصل ماذا؟ ليحصل أرباحا. فربما بعضهم من هذا الباب يبقى مثلا يقول لأدعو إلى الله ثم من تحت أولاده يضيعون ويذهب دينهم، وهذا حصل كثيرا. فيجب أن ينظر إلى هذه المسألة، ثمة رأس مال وثمة ربح، ولا يضيع رأس المال في سبيل ماذا؟ تحصيل الأرباح. إذا تيسر تحصيل الأرباح مع المحافظة على رأس المال فلا بأس. نعم.